حركة الحياة مع اليماني وعادل باربع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مستمعين الكرام وحركة الحياة، معي أنا عادل برباع والأستاذ علي يماني، وما زلنا في حديثنا عن هذه الحركة التي تدور وتسير من أجل أن نعيشها بكل مرونة، بكل سهولة وسلاسة وإيمان واطمئنان. طبعا كانت الحلقة الماضية عن القصة الجميلة والأليمة بالنسبة للأسد، وأنه كيف الفار أثر على الأسد وخلاه يموت بكلمة يعني، وخلاه يعيش الخوف والرعب، عاش الخوف والرعب لمدة شهر كامل، وفي الأخير وجدوه ميت. نعم. لذلك أستاذ عادل، هل تعلم من هو الأسد؟ هو شخصيتك إلا المفترض أنها تكون قوية بإيمانها بالله سبحانه وتعالى. المفترض وهذا الأساس، أن الواحد الأساس يعيش إذا كان يريد أن يكون ملك في حياته كالأسد، يكون مؤمن بالله، مؤمن بالله ولا ينتظر المصائب. يا سلام. وأما الفأر هنا فهو القلق والخوف اللي بيصيبنا في حياتنا. أها، يعني كم من فار قاعد يلعب مليان. نعم والله. وعده أغلط. نعم، يعني إحنا الفيران الحسيين بنجيب لهم المصايد لكن الفيران النفسيين هذا الصعب، الحسيين هم اللي الصعب الواحد يقدر يسيطر عليهم ويصطادهم. جميل. لذلك بصراحة، كم مرة انتظرنا شيئا أن يحدث ولم يحدث؟ كم مرة كنا نتوقع حدوث مصائب معينة ولكن لا تحدث بالشكل اللي احنا توقعنا؟ عشنا قلق، عشنا خوف فقط، أتعبنا أنفسنا، لكن الحمد لله في الأخير ما حصل. لذلك المفروض سيدي عادل من اليوم ننطلق في الحياة وما ننتظر المصائب، لأننا نعلم أنها ابتلاء وسوف تحل عاجلا أم آجلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن الحياة مستمرة. نعم. والفشل والمصائب ما هي إلا نعمة يغفل عنها الكثيرون. ليه؟ لأنها بتعلمك دروس ما كنت تدري عنها لولا وقوعها في حياتك. فالمفروض أنه ما ننشغل نفسنا بالمصائب القائمة، نركز في يومنا الحالي ونكون دائما إيجابيين ونتفاعل دائما بالخير. تفاعلوا بالخير تجدوه. صحيح صحيح. ولذلك سيدي حنتكلم بشيء من الاختصار عن حاجة مهمة في حياتنا، وهي الكلمة الطيبة. يا سلام. الكلمة الطيبة هذه من ضمن التفاؤل، أثر الكلمة الطيبة على الإنسان. الكلمة الطيبة دائما تمنح الإنسان نظام مناعة عالي جدا. سبحان الله، نظام مناعة ربانا. الكلمة الطيبة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة. كما أن الابتسامة تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكذلك الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة تعطي مناعة عالية وقوية جدا للإنسان. أعطيك مثال. الآن أغلبنا موجود معنا أجهزة الجوالات الذكية، وكلنا عندنا برنامج الواتساب. تلاحظ في الحالة إيش بيكتبوا؟ بعضهم بيكتب لك I'm sick، أنا مريض. أي. والتاني يكتب لك باد مود، مزاجي معكر سيء. كل ما تكلمت بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة أوحيت لنفسك إنك فعلا مريض، إن فعلا مزاجك سيء. حيستمر هذا الأمر أكثر وأكثر. لذلك نحن نحتاج إلى مشاعر إيجابية وليس سلبية، إلى تعزيز المشاعر الإيجابية بالكلمات الإيجابية وليس بالكلمات السلبية. الكلمات السلبية ترى تؤثر علينا بشكل كبير وإحنا ما ندري، وأثرها قوي جدا، ينتقل من كلام فقط ومجرد استماع إلى أفكار تترجم على شكل مشاعر ثم سلوكيات وتظهر الأمراض. ممكن أستاذ علي بيقول لك أنا طب أساسا كذا، يعني أنا الآن في حالة مزاجية معكرة، أو أنا الآن يعني فعلا ما أقدر أكلم أحد لسبب من الأسباب، قال لك توتر شيء من هذا الكلام. أنا معك صحيح، لكن وكلنا بنمر بهذه الظروف. نعم. وبهذه المشاعر، لكن خلينا نحفز نفسنا بكلمات إيجابية. صحيح. أقول ما عليه، حتى لو كنت أنا حاسس بمرض بتعب أتكلم عن نفسي. نعم. وأقول فترات بسيطة أرتاح وإن شاء الله تعالى أقوم وأكون نشيط أكثر وأكثر. يا سلام. يعطيك العافية أستاذ علي. إحنا وصلنا نهاية الحلقة مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في حلقة قادمة. أشوفكم على خير.